لا مش يروح على الشارع هذا ما يصير هذا خطير يا جماعة لا أوجد ربطا مباشرا بين الانسحاب الأمريكي وبين هذه العمليات، لأن القوات الأمريكية لا زالت موجودة على الأقل في معسكراتها، والجهد الاستخباراتي والتنسيق الاستخباراتي موجود، كما أن الإسناد التعبوي موجود. أول سيارة كان واقف يمنا، نزلوا من عنده عبرية جهاد نسوان، وصل هو مشى، وصل لهنا انفجرت السيارة. لهنا أول ما وصل انفجرت رأسه. طلعناهم 400 ميتين.